عصر سمي عصر ما بعد الحقيقة، فوست تروث، ما بعد الحقيقة. وسأقول لكم معلومة ربما يعرفها بعضكم، أن هذا المصطلح، مصطلح فوست تروث، اختاره معجم أكسفورد، معجم مصطلح السنة الماضية 2016. عادة معجم أكسفورد وغيره من المعاجم المهمة أنها تختار جملة من المصطلحات تعتبرها أهم المصطلحات المفاتيح خلال السنة، واختارت مجموعة تصدرها هذا المفهوم، مفهوم بوست تروث، الذي سأتوقف عنده قليلا لأن حديثي عن الهوية في هذا المقام يدور حول هذا المصطلح تحديدا. طبعا بوست تروث أو ما بعد الحقيقة ليس مصطلحا حديثا، يعني نحن نجده لمن يتابع الرواية عند جورج أورويل في روايته 1984، وهي كما تعرفون عكس ل 1948، حديث عن الدولة الستالينية إلى غير ذلك، أي 40 سنة قبل الإنترنت و 60 سنة قبل وسائل التواصل الاجتماعي. وكان يقصد به وصف مرحلة الفقدان الكامل للحرية، فقدان الكائن الإنساني لحريته أو قدرته على التفكير بحرية. هذه المصطلح الآن لا يستعمل هكذا، بل يعني حسب معجم أكسفورد الظروف التي تتراجع فيها، الظروف التي تتراجع فيها القيمة الموضوعية للحقائق في تشكيل رأي العام. هذا الرأي العام الذي يتأثر بقبول ما تفضله العواطف والقناعات الفردية عن الحقائق العلمية، عن قبول الحقائق العلمية. طبعا هناك دراسات حول الموضوع الآن، هناك اهتمام به، يقال بأنه أول ما استخدمه في إطار في هذا السياق الحالي هو الكاتب الصربي ستيف تيتش، الذي كتب سنة 1992 حوله، ولن أطيل بالحديث في هذا الموضوع طبعا لداعم المقام. القضية إذن أننا في الجملة نكاد في مجال هوية الإنسان الذاتية وعلاقته بتمثل مفهوم الهوية في إطار الجماعة في مرحلة جديدة يعترف فيها علانية بأن الناس بشكل اختياري أو بشكل إرادي على الأقل، ليس اختياري، بإرادتها الذاتية تتصرف وتتمثل القضايا وقضايا الشأن العام بناء على العواطف لا على الحقائق، بشكل واعي أو ربما بشكل إرادي على الأقل. وهذا هو الذي جعل أستاذ فلسفة مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه دانيال دي نيكولا أن يكتب كتابا فردي مهم من أهم الكتب التي صدرت في سنة 2017، ترجمة عنوانه فهم الجهل، الأثر المثير لما لا نعرف. فهم الجهل يناقش فيه هذه الإشكالية بالضبط، إشكالية الجهل في عصر العلم، إشكالية التمثل الجماعي بشكل يتغافل عن المعلومات ويسير إراديا نحو الجهل في عصر يعرف انفجارا في المعلومة. ويتمثل منطق هذا الكتاب في القول بأن الصيغة الجديدة من الجهل لا تتوقف عند ما هو معلوم من عن الجهل أو عند الذي يدرسون المجتمعات عموما، من أن الجمهور له حساسية لكل ما هو فكري وعميق في وثقافي أو تجاه ما يسمى في الأدبيات الأنجلوساكسونية بالثقافة العالية، أو يسمونه الثقافة الفرنسية بالثقافة العالمة. لا، ليس هذا هو المقصود، ولا حتى الجهل الملازم للطبيعة الإنسانية الذي هو ناجم عن هشاشة الكائن الإنساني إزاء أسرار الكون والنفس والمجتمع العادي، ليس هذا هو المقصود. ما بعد الحقيقة التي هي عنوان جهل إرادي يقصد به ما يسمى بالجهل العمومي، الجهل بشكل معمم على الجمهور أي على أوسع نطاق بأمور ذات أهمية بالنسبة للمعيش المشترك، وهنا علاقته بالهوية ربما كما سأوضح قليلا إن اتسع الوقت، أي الجهل بقضايا إدارة الشأن العام والتنظيم العام للمجتمع. فهو جهل حاصل بقرار واعي وقصدية مضمرة حتى لو تكون معلنة، ويكون في معظم الأحيان مستندا إلى معرفة زائفة، بمعنى عملية إعادة صياغة الجمهور ليفضل المعلومات الزائفة أو يفضل القناعات التي هي قائمة على غير أساس الموضوعين أو غير معطيات حقيقية. بعضهم حاول أن يتعمق قليلا في الموضوع فقال بأن هذه خاصية من خصائص الديمقراطية الليبرالية، لأن الليبرالية في الأصل
يعني تركز على قيم أو فكرة نور عموما حتى قبل تثمن فكرة استقلالية الفرد عن أي سلطة بما في ذلك السلطة المعرفية طبعا السلطة الدينية وغير ذلك وبما في ذلك السلطة السلطة المعرفة وأن هنا يريدون مقولة كانت شهيرة في أن التفكير الفردي يعني التفكير التحرر يتم بالتفكير الفردي والإرادة الذاتية بحيث أن الديمقراطية الليبرالية تظل يعني دائما تجد صعوبة في تقبل السلطات سواء كانت سياسية أو دينية أو حتى معرفية حسب هذا المفهوم الحديث. فنحن إذن باختصار بإزاء أحد في رأيي أكثر أنواع الجهل استحصاء وهو المعرفة الزائفة، لأنه اليوم إذا رأينا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي سنجد أن كل من يؤمن بأي خرافة مهما كانت سخيفة، أنا إذا جئت الآن قررت الآن معكم بأنني أنا هو إمبراطور روما أو أنني أنا هو الذي فتحت الأندلس أو أنني أنا هو بطل العالم في سياقة الحيتان أو أي يعني خزعبلة مهما كانت سخيفة، وطرحت هذه الفكرة في وسائل التواصل الاجتماعي وكانت عندي المهارة الكافية للاستباحة في مجتمع المعلومة هذا، ثق تماما أنه خلال بضعة أشهر سأكون شخصا مشهورا وسيكون هناك مئات الآلاف ربما الملايين من الناس الذين يتابعونني ويتعاطفون معي وربما يؤمنون بهذه الفكرة. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي في عصر المعرفة تعج بكل هذه الأشياء بمن يقول يعني أي شيء يمكن أن تتصورونه يعني موجود، بمعنى انتقال فكرة وسلطة المعرفة ليس إلى مساحة أخرى، مساحة التي يقولون عنها ما بعد الحقيقة بمعنى المعرفة الزائفة التي ليس لها علاقة بالواقع. فنحن إذن كما قلت بإزاء أكثر أنواع الجهل استحصاء الذي هو المعرفة الزائفة، وأدتها طبعا هو الإعلام البديل الذي يودي بهذه المرحلة. الحقيقة أنه في عودة جورج أورويل مرة أخرى، معلش ربما مداخلتي خرجت بنا قليلا من دائرة النظر الأكاديمي الجاف وهي محط خواطر ربما وأفكار تثار للنقاش. جورج أورويل في روايته هذه يتحدث عن بطل الرواية هو وينستون سميث الذي وظيفته في إطار الدولة الشمولية هو إحراق أي ملفات في أرشيف الدولة تتضمن صورة مخالفة لما رسمته الحكومة عن الواقع، وهو أمر يجعل للواقع في ذهن المواطن صورة الديمومة والاستمرار حسب صورة معينة، ويطمس معالم البحث في تاريخ تلك المرحلة أمام المؤرخين والذين سيأتون بعدها. فهو لا يصادر فقط التاريخ ولكن يصادر المستقبل، لأنه يحرم الناس من أن ينظروا إلى الواقع كما هو. وأنا في رأيي هذا يكاد يكون التحدي الأخطر اليوم أمام دراسة الهويات أصلا، لأن الهوية هي في النهاية تمثل من نوع ما نسق ينبني على الحقائق لا على انتهى الوقت ولا ممكن أتكلم دقيقتين. شكرا جدا. طبعا تلاحظون أحاول أن أقفز وأركز على القضايا التي أراها مثيرة للنقاش. لا يصادر فقط الماضي ولكن يصادر المستقبل كذلك، لأنه يغلق الباب أمام الباحثين لمعرفة هذه الحقائق، وهذا في رأيي أحد أخطر التحديات، خاصة نحن نعيش في مرحلة يقول عنها توم نيكلوس هو واحد من الذين يكتبون في الموضوع موت الخبرة، عنده كتاب مهم صدر هذه السنة اسمه موت الخبرة، ويتحدث فيها عن موت الخبرة في زمن المعلومات، زمن الوهم الطاغي بالنسبة للجميع بأنه خبير في كل شيء وأن الناس لم تعد بحاجة إلى الخبرة الأكاديمية ولا إلى المعرفة العالمة ولا إلى الرجوع إلى الخبراء إلى غير ذلك. القضية التي نواجهها والتي ربما يمكن أن نعتبرها معضلة حقيقية تحتاج إلى تفكير لإعادة فهم ذواتنا وهوياتنا في هذه المرحلة، هي كيف يمكن أن تصاب هذه الحقيقة حقائقنا كمجتمعات بالنسبة للمستقبل، لأن مفهوم أو تمثلنا الراهن للهوية في النهاية كما قيل طيلة اليومين الماضيين هو نتيجة وعي يتداخل فيه التاريخ الاجتماع التاريخي لهذه المجتمعات مبني على حقائق موضوعية حقائق تاريخية أو صيغة من صيغ الاجتماع الإرادية أو ما شئت، لكن الذي يقع الآن هو عكس، هو حرف للقاطرة عن السكة.
أختم بقصة طريفة سمعتها من أستاذنا الدكتور أحمد شحلان، يروي فيها أنه في سنة من طبعا العالم الشرقيات واللغة العربية المعروف، أنه في سنة من السنوات كان في باريس وكان يسرع الخطى ليجد مسجدا يصلي فيه صلاة الجمعة، وكان الجو ماطرا جدا. فعندما دخل إلى المسجد خطب الخطيب خطبة الجمعة، ثم بعد الخطبة رفع يديه إلى السماء يدعو الله أن ينزل الغيث وأن تمطر السماء وأن يسقي الأرض الميتة وأن يغيث الناس. طبعا الرجل هذا الخطيب لأنه من إفريقيا أو من آسيا، هو يقصد الاستسقاء وطلب الدعاء لبلده وليس لفرنسا. فأستاذنا الدكتور أحمد شحال يعلق تعليق طريف، قال: أنا صليت وخرجت وسيطر علي هاجس، فكرة أساسية تقول: ألا يمكن أن نجد ناس أشخاص يناقشون بعد 100 سنة بأنه في سنة 1983 مثلا كان في باريس جفاف؟ وسنجد الناس يقولون ذلك ويكذبون حتى المعطيات الموضوعية التي تقول أنه لم يكن هناك جفاف. لكن في النهاية نمط الشهادة، إعادة إنتاج المعلومة في التي تصيغ هوية الإنسان والفرد والجماعة في مرحلة من المراحل، لها أمر حاسم في تمثيل هذه الهوية الجماعية حالا واستقبالا، راهنا ومستقبلا، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشأن العام، بالقضايا التي تهم المجموع. شكرا لكم.